شعارات نتابعها تتنافس هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذا المهرجان الذي يعد من أقوى المهرجانات، وهجن قوية ونخبة من الهجن العربية الأصيلة تشارك معنا في هذا المهرجان. إذن مشاهدين الكرام، هكذا هي المسيرة تسير وتتواصل للهجن العربية الأصيلة. هنا مقدمة هذا الشوط وهوازن، إذن هوازن مشاهدين الكرام هي اللي على المركز الأول. تعود ملكية هوازن للسيد سعود بن ناصر بن كليفي خلعتيبي. هوازن تحتل المركز الأول وتقود المسيرة للسيد سعود بن ناصر بن كليفي خلعتيبي. أما النقل الآن على المركز الثاني، الشايمة تحتل المركز الثاني، الشايبة تحتل المركز الثاني، وتعود مكيتة للسيد راشد بن محمد بن عبد الله السوداني والنقلة على المركز الثالث. ننتقل الآن إلى المركز الثالث لنرى حاملة الرقم 89 شقرة تحتل المركز الثالث، وتعود مكية شقرة للسيد علي بن صالح، علي بن ناصر بن دغام، علي بن ناصر بن دغام النعيمي، علي بن ناصر بن دماغ، علي بن ناصر بن دماغ. بينما النقل الآن على المركز الرابع، ننتقل الآن إلى المركز الرابع. الآن وصايف مشاهدين الكرام تحتل المركز الرابع، ولكن حصل تغيير الآن. مزنا مشاهدين الكرام هي الآن لتحتل المركز الثالث أو وصايف. وصايف الآن اللي تحتل المركز الثاني الشاهينية، وردنا عليها معلومة بأن اسمها الشاهينية اللي غيرت واحتلت المركز الثاني، الآن اسمها الشاهينية، وتعود ملكية الشاهينية للسيد سالم بن راشد بن سويدان. سالم بن راشد بن سويدان الكتبي هو مالك الشاهينية تحتل المركز الثاني. بينما هوازن اللي تحتل المركز الثالث، هوازن للسيد سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي والنقلة على المركز الرابع. شقرة تحتل المركز الرابع وتعود ملكيتها للسيد علي بن ناصر بن دماغ المري والنقلة على المركز الخامس. ننتقل الآن إلى المركز الخامس ونرى الآن لتحتل المركز الخامس انذار تحتل المركز الخامس للسيد ناصر بن محمد بن دلموك المري والنقلة على المركز السادس. أرى من هناك ومن الجانب الآخر شعار نواف بن نايف بن حمد العتيبي. هناك تدخل وتسلل قوي جدا للغاية من الجانب الآخر من شعار أشقائنا من المملكة العربية السعودية اسمها الشاهينية. الشاهينية تغير إلى المركز الثالث للسيد نواف بن نايف العتيبي. المركز الرابع فيه هوازن لسعود بن ناصر بن كليفي خلعتيبي. المركز الخامس انذار في المركز الخامس وتعود ملكيتها للسيد ناصر بن محمد بن دلموك المري والمركز السادس. ننتقل الآن إلى المركز السادس لنرى فيه الشقرة وتعود ملكية الشقرة للسيد علي بن ناصر بن دماغ المري والمركز السابع. المركز السابع الآن ومع متعبة للسيد أو براقة للسيد متعب بن حمدان البلوية. الآن تتسلل براقة، ولكن أيضا شعار عامر بن سعد الرفادة أرى يتسلل. هذا الشعار الغني عن التعريف شديدة الآن، وهذا الاسم القوي تنفرد مشاهدين الكرام، وانتظروا مفاجآت شديدة للسيد عامر بن سعد الرفادة المري. أي الآن اللي غيرت واحتلت المركز الخامس أو المركز الرابع. بينما نكمن ندائنا، نكمن أيضا هناك شعار بن طحنون، شعار مسعود بن طحنون الهاجري، وأيضا شعار الشايبة للسيد مبارك بن محمد بن حنودة العامري، وأيضا شعار بن حباب راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. أرى شعاره على ظهر بن صوغان، وانتظروا مفاجآت بن صوغان قادمة بكل قوة. أيضا مسعود بن طحنون الهاجري قادم واسمها مقصصة الآن تحتل المركز الثامن للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. أما المركز العاشر
النصر. المركز العاشر حاملة الرقم 477 الشاهينية، وتعود ملكية الشاهينية للسيد سالم بن سليم العفاري. هكذا مشاهدينا الكرام ننهي النداء عليكم للمراكز العشرة الأولى المتقدمة و1500 متر، 1500 متر على خط النهاية والشاهينية. الشاهينية الآن مشاهدينا الكرام، الشاهينية اللي على المركز الأول، وتعود ملكيتها للسيد منصور، للسيد سالم بن راشد بن سويدان الكتبي. سالم بن راشد بن سويدان الكتبي هو مالك الشاهينية، ولكن أرى شديدة مشاهدينا الكرام ذعناها منذ لحظات في المركز الثامن، والآن تغير إلى صدارة هذا الشوط. وقلت لكم انتظروا مفاجآت شديدة، وهذا الاسم القوي اللي ذكرنا بشديدة المملوكة اللي سموه الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ها هي تنطلق برفقة هذا الشعار الرسمي، هذا الشعار الناقل الرسمي عامر بن سعد الرفادة لهذا الشعار والملقب بالمضمر الرسمي. ها هو ينطلق كعادته دائما، عامر بن سعد الرفادة ينطلق مع هذا الشعار الفسفوري الذي دائما ما نتابعه في المراكز المتقدمة الأولى. ها هي شديدة تنطلق مشاهدينا الكرام، وتعلن الانفرادة، وتعلن المغادرة بناموس هذا الشوط. تنطلق من دون التعليمات، ولكن أرى الشايبة مشاهدينا الكرام بدأت في الانطلاقة، وتعود ملكيتها للسيد مبارك بن محمد بن عنودة العامري. وصلت الشايبة في المركز الثاني، ولكن شديدة تنطلق الآن، تنطلق على الخالي 500 متر على خط النهاية، وشديدة والله شديدة. يا سلام يا شديدة تنطلق لعامر بن سعد الرفادة. أشقائنا في المملكة العربية السعودية يطالبون بناموس هذا الشوط، وأهالي الفاخرية، أهالي منطقة الفاخرية بالخصوص هم من يطالبون بناموس هذا الشوط. يا سلام يا عامر يا بن سعد يا الرفادة، ينطلق برفقة شديدة 200 متر على خط النهاية، وشديدة هي الأقرب لناموس هذا الشوط، وقفلت على ناموس هذا الشوط. تهانينا مشاهدينا الكرام، وسلاماتنا نزفها من هنا من ميدان الشاهينية إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وبالأخص إلى منطقة الفاخرية محملة على ظهر شديدة. تهانينا والناموس للسيد عامر بن سعد الرفادة المركز الثاني، الشايبة للسيد مبارك بن حمد بن عنودة العامري، والمركز الثالث أيضا الشايبة للسيد راشد بن محمد بن عبد الله السوداني، والمركز الرابع للسيد سيف بن مبارك بن غويث، والمركز الخامس للسيد عبد الهادي بن شير المري، والمركز السادس بن صوغان للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، والمركز السابع للسيد سالم بن راشد بن سويدان الكتبي، والمركز الثامن للسيد سالم بن سليم العفاري، والمركز التاسع والعاشر. هذين المركزين الذين لم نتعرف عليهم معذرة مشاهدينا الكرام. المركز العاشر راعي مصيحة زميلنا المتألق فايز بن غفان الجابري الذي يساعدنا كثيرا في معرفة شعارات أشقائنا من دولة الإمارات، يقول بأن الفايز بالمركز العاشر هو السيد راشد بن حمد بن الضعيف. ها هي عموما الإعادة للتوقيت الزمني لشديدة. تهانينا على فوز شديدة للسيد عامر بن سعد الرفادة، توقيتها الزمني 18 دقيقة، وين 18 دقيقة؟ يعني في العشرة ولا في الخمسة؟ عموما توقيتها الزمني 8 دقائق 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك شديدة السيد عامر بن سعد الرفادة، والتهاني لأشقائنا في المملكة العربية السعودية على هذا الناموس. جاءت في المركز الثاني الشايبة، قطعت المسافة في 8 دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك الشايبة السيد مبارك بن محمد بن عنودة العامري. وجاءت في المركز الثالث الشايبة، قطعت المسافة في 8 دقائق 17 ثانية 22 جزء من الثانية. تهانينا
للسيد راشد بن عبد الله السوداني. تهانينا للفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم مرة أخرى مع تواصل فعاليات هذا المهرجان السنوي للهجنة العربية الأصيلة.